نرجع لسيدتنا نعم السيدة أم سلمة نعم وطريق الهجرة إلى المدينة المنورة. حدث حاجة كده في الطريق، في حد وصلها وما كانش على الإسلام، اللي كان بيسألنا على العلاقة وما كانش على الإسلام، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة جعله يوم بر ووفاء. نسمع هذه القصة أنا من عاوز حضرتك. بس أقف عند دائما ما يذكرون فيقولون السيدة عائشة، ونقول السيدة أم سلمة، ونقول السيدة خديجة، فما أحلى أن يكون منطقنا عنهن أمنا عائشة وأمنا خديجة وأمنا أم سلمة. يعني هي دعوة مني إلى كل المسلمين أن نتحدث عن أمهات المؤمنين بالأم، لأن الله تعالى هو الذي ترجم هذا الكلام وأمرنا به، وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أم، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرقى بهذا الوصف لأمهات المؤمنين وأن يكونوا أمهاتنا في الدنيا، وأسأل الله أن يجمعنا بهن جميعا في دار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة أمنا أم سلمة إلى المدينة المنورة وقف معها رجلا لم يكن على الإسلام، ودية اللي هتدينا الربط بين العلاقة بين المسلم وغير المسلم، وهو من نجاها من بني قومها حتى أوصلها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله تعالى له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده بنتعلم من سيدنا النبي حديث جميل قوي، هذا يذكرنا يعني من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. صحيح، كافئوه، من تشلقي حاجة تعملها له أجزل له العطاء، من تشلقي عطاء اشكره بالكلمة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأدع حضرتك تكمل القصة وكأني أنا المحاور لا في لا هذا. لا لا يا سيدنا، لا أنا أسمعك هتقف، بس والله أنا حابب. يعني هو طبعا سيدنا عثمان بن طلحة نعم كان ليه حقيقة موقف حقيقة مع سيدنا النبي قبل الهجرة. نعم، سيدنا النبي حب إنه يخش يصلي في المسجد أنا بس في الكعبة. حبيت حضرتك تذكري موقف سيدنا النبي مع آل طلحة، لأن أنا أرى أن قلب حضرتك متلهف للحديث عن سيدنا النبي، وكمان مشاهدينا يريدون أن يسمعون من حضرتك، أن يسمعوا من حضرتك. لا ده أنا هسمع تفاصيل حضرتك، عن سيدنا بس النبي أنا صلى الله عليه أقصد إيه، حضرتك قلت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما حد يؤدي إلينا معروف إن إحنا نكافئ على هذا المعروف. سيدنا عثمان قبل الإسلام، أنت عارف حضرتك إن هم بني شيبة كلهم معاهم مفتاح معهم الكعبة. تمام، حب سيدنا النبي يصلي في الكعبة، رفض عثمان بن طلحة وقت أن كان على الكفر، وسيدنا النبي يقول له هيجي عليا يوم هيبقى معايا المفتاح، أمنع من أمنع وأدخل من أدخل، رفض تماما يدخل سيدنا النبي. لكن موقفه مع السيدة أم سلمة وأنه يصاحب السيدة أم سلمة لحد ما يوصلها لحد المدينة، أنت عارف حضرتك يعني حد يسافر عشان يوصل امرأة، الآن نسافر إلى المدينة من مكة والجدة بنقعد حوالي ودول ست على سبع ناقة. ساعات ودول على ناقة. نعم، ودول على ناقة. لما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مفتاح الكعبة، أي مكافأة بقى، ويقول لا مش مكافأة، أيوه، إنها منزلة. ماشي، حضرتك إنها بتقول فكافئوه. نعم، شوف المكافأة. نعم، بقى لا ده أنا عاوز أقول درجات الرفيعة. طبعا، أن ترقى شرف هذه الأسرة الكريمة، النسل كامل إلى قيام الساعة. وسيدنا علي يقول له إيه؟ نعم، اعطينا المفتاح لا يبقى معانا. إنه الجميل. أيوة، إنه الوفاء. أيوة، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. الذي قال خذوها بني شيبة خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. إلا ظالم. بالفعل رأينا في هذه العمرة في رمضان، أفاض الله علينا بفضل الله سبحانه وتعالى لزيارة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومكة المكرمة، ورأينا أكبر كبير بني شيبة وهو يفتح الكعبة للملك سلمان في هذا العام في رمضان. أيوه، وكأن الجميع قد أقر بما قاله رسول الله، فلم ينزعها ملك ولم يخالف أحد من الزعماء قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.